بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل المكملات الغذائية لعلاج وخفض الدهون الثلاثية والكوليسترول مع الجزء الثاني. استعرضنا معا في الجزء الأول 7 من أفضل المكملات الغذائية لخفض وعلاج الدهون الثلاثية. رقم 1، الأحماض الدهنية أوميجا 3. رقم 2، السيلينيوم. رقم 3، زيت السمك. رقم 4، مركبات الفلافونويد. رقم 5، بروتين الصويا. رقم 6، فيتامين سي. رقم 7، فيتامين بي 3 أو النياسين. ولمزيد من التفاصيل راجع الجزء الأول من الفيديو. أفضل المكملات الغذائية لخفض وعلاج الدهون الثلاثية. رقم 8، الثوم. أغلب الدراسات أكدت أن مكملات الثوم قادرة على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، وذلك لاحتوائها على مركبات الأليسين. وذكرت الدراسات أن الثوم يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار منخفض الكثافة بنسبة تصل إلى 10%، وكذلك يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. أفضل المكملات الغذائية لخفض وعلاج الدهون الثلاثية. رقم 9، الحلبة. الحلبة ومكملاتها تساعد على خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي بالدم. وتبعا للدراسات الحديثة، وجد الباحثون أن الحلبة تقلل خطر الإصابة بانسداد الشرايين، وذلك يرجع لقدرتها الكبيرة على خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالدم. وهناك دراسة أجريت عام 2020 أكدت أن الحلبة ومكملاتها ساهمت في خفض الكوليسترول الضار منخفض الكثافة عند مرضى السكر. أفضل المكملات الغذائية لخفض وعلاج الدهون الثلاثية. رقم 10، الزنجبيل. هناك دراسة حديثة أجريت عام 2018 أكدت أن تناول 2 جرام من الزنجبيل يوميا يؤدي لخفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالدم. أفضل المكملات الغذائية لخفض وعلاج الدهون الثلاثية. رقم 11، القرفة. تساعد القرفة في خفض مستويات الكوليسترول الضار منخفض الكثافة بنسبة تصل إلى 15%،
وكذلك تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، وهذا يؤدي لخفض مستويات الدهون الثلاثية. أفضل المكملات الغذائية لخفض وعلاج الدهون الثلاثية. رقم 12، الألياف القابلة للذوبان، وهي نوع من الألياف التي تذوب في الماء، وهي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وتساعد الألياف القابلة للذوبان في الماء في خفض مستويات الكوليسترول الضار منخفض الكثافة بنسبة تصل إلى 10%. توجد الألياف القابلة للذوبان في العديد من الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والشوفان والحبوب الكاملة. أفضل المكملات الغذائية لخفض وعلاج الدهون الثلاثية. رقم 13، الكركم. تبعا لدراسة أجريت عام 2017، فإن الكركم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويرجع السبب لأن الكركم يحتوي على نسبة عالية من مادة الكركمين التي تساعد في خفض الدهون الثلاثية في الدم. أفضل المكملات الغذائية لخفض وعلاج الدهون الثلاثية. رقم 14، الروزماري أو إكليل الجبل. ذكرت دراسة أجريت عام 2014 أن تناول من 2 إلى 10 جرام من الروزماري يوميا تؤدي لخفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالدم. أفضل المكملات الغذائية لخفض وعلاج الدهون الثلاثية. رقم 15، الريحان. ذكرت دراسة عام 2018 أن الريحان يخفض الدهون الثلاثية بالدم عند مرضى اضطراب التمثيل الغذائي، وذلك عند تناول 1 جرام منه يوميا. ولكن لاحظ الباحثون أن مفعول الريحان على خفض نسبة الدهون الثلاثية كان قصير المدى، لذا ينصح بالانتظام في تناوله يوميا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.